أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم ولله غيب السماوات والأرض وما أمر إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبَ إن الله على كل شيء والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والابصار والافئده وجعل لكم هل الأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون 门。Bye. ومن اظلم ممن كتم شهاده عنده من الله وما الله بغافل عما تعمل لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسالون عما عم كانوا يعملون يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ. يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ. وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفْرٍ. فَارِنَ أثيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يا فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله وان تبتم فلكم رؤوس اموالكم لا تظلمون ولا تظلمون إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس. إنا أنزلنا إليك الكتاب الناس بما أراك الله ولا تقل للخائنين خصيما واستغفر الله يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما يستخفون من الناس وهو معهم إن يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا صدق الله العظيم